بديت مسيرتي في المواني من 10 سنوات، واللي ألهمني في هالمجال هو زوجي وأسرتي، هم اللي شجعوني أني أكون قبطان، لأن هالمجال جدا فريد من نوعه، وكان حكر على الـ على الـ على الرجال، وهالشيء خلاني أني أنا أحب أخوض أي تجربة فريدة من نوعها. قدوتي طبعاً المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، والشيخة فاطمة بنت مبارك، هي أم الإمارات، وهي دائماً تدعم المرأة في جميع المجالات. بداية دخول المجال كان في أكيد صعوبات وتحديات. أول صعوبات كانت كوني مرأة تدخل في مجال ما تعودت عليه المرأة الإماراتية، وخلنا نقول المجتمع الإماراتي بشكل عام، يعني ما كنا نعرف أنه في ناس تشتغل في مجال خاص في السفن. بعدين بديت أتعلم أخذ الخبرة، خاصة أني أنا مش إنسانة لي باكراوند بحري، جديدة على المجال، فمع الخبرة مع السؤال الزايد في كل التفاصيل بديت أكسب الثقة أكثر. أم الإمارات هي الدعم، هي السند، هي القدوة الاستثنائية لي ولكل مرأة إماراتية، هي الوجه الآخر للنجاح والتطوير لنا كلنا في المجتمع وفي كل الأصعدة. فأشكر أم الإمارات على كل الدعم اللي قدمته وتقدمه ولا زالت تقدمه لنا. هالشيء مش لنا الحين بس في الإمارات، أم الإمارات هي قدوة لكل النساء في العالم أجمع.